السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بحد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية هالخيرات تنوري والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 18/2/2024. شحال عام غادي قلت لك هذا اخويا؟ 550 هذا 550 27000 تاع الدرهم و500، هذا 26000 تاع الدرهم و500 تاع عبد الغني والحاج احمد هنايا في حد ولاد عبدون بخريبكة. لابوه كان يبيع 20 في البقر. كي داير السوق اليوم احمد؟ السلعه دي علم حدث. اها هاد الخيرات في السوق الاسبوعي هذا تاعك محمد؟ لا وهذا؟ هذاك ديال عبد الرحمن. هاد فرع عبد الرحمن شحال سمحت خويا؟ خويا ب 360 هذا. هذا سمح لهم تو الحاج الهاشمي بواه كان يكزار وبيع ويشري في التور الكزاري. واحد واحد. هالخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. واحد واحد. خيرات موجودة هنا في السوق الأسبوعي. الحاج ميلودي. باقي ما دارولكش عشاو. غدعي فيا بعشا. الله يحفظك ما ادري واش لا 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 410 اللي بغيتي فيه؟ 20 بغيتي فيه 20؟ سير بيعوا الراشيد، بيع الراشيد. يلا راشيد طالع دور يجي. اشي درهم من الفاتح. اه؟ درهمات الشتاء. يديه يديه يديه. وقدور. أربعمائة وثمانية عرفت مزيان بزاف وهي ما ١٤٥ عرفت مزيان المهدي هذا. فين هذا؟ تقطعنا لك ب ١٣٦ كاين غير شي يقضي. فين ب ١٤؟ عندكم قريبك تقول لي انت بيدك دنيت. كله باش يبيع، كله باش كله باش يشري. الله يحفظك. 514 هاد الخيرات في السوق الأسبوعي حد ولاد عبدون. شحال مصطفى؟ 550 حتى في الطربوش الحمر بغى يدي هذا العرض هنايا. ١٧٫٥٠٠ مكان غليظ ١٤٢٤٤٠ وبهيمات مميين صغار السلعه ديال البطوار ديال الدار البيضاء راه ب ٧٥ صغار. صغار ٢٦٠ ٢٤٠ هذاك البلان هذاك 260 240 280 واخا ب 15٪ كل بقر مدور مزيان مدورين هذوك السلع مدوره. البقر غليت بشحال السي مصطفى؟ البقر غليت ب 14٪ 14٪ 14 14 هادشي اللي كاين 14 اللي كاين. غادي السيدي وداخله السلعه اليوم صراحه داخله السلعه اليوم لحد ولاد عبدون بخريبكة كاين البهيم هذوك السلع. تبارك الله على السي عبد الرحيم ٥٠٠ ٥٣٦ كي جاك
مليح عرت مليح عن كراو رجالي غادي بوجنيبه ان شاء الله غنتبحوا في بوجنيبه بوجنيبه على حساب خري بقى هدي بوجنيبه سير على الله سير على الله عرت زين وانا ما قلبتوش قلبش اخويا درتي لي قال 20 ماشي اللي حطيت لي كان 380 سير الله يصدق امين ولا حاط لي 400 70 درهم الحب شحال 70 درهم الله يرضي عليك والله العادي مو العشر مبري من البقرات هات الصوت والصوره باش ما طاح باش نبيعو وبيع كمش بيع علاش عمك اكسبتكم ياك وبيع طب 510 كنت تبيع شحال قلتي ليهم 540 برقدة مهنة بيخلف برقد خريب عرض زين السلعة موجودة في حد ولا تعبدون بخريب عرفت عرفت من يوم 15 أسري عليك أبو سلام في 260 280 300 كيلو وهني ماركة والآخر 70 درهم وقلت بحال بقرة غليت فيه 400 70 درهم وقلت 70 درهم وقلت هل تبش حال أخويا جينا لي جيناه 470 اليوم اليوم وعرت مزيان ما بعتوش في 510 باش نزيدو شي المهمه ديالك الريالات ديالي اخويا شويه انا معاك كريكون 90 حيت ولي 30000 490 500 قلاص شوف بحال الحم اليوم ب 14 ولا قل وانت اللي غادي تذبح كاينه 70 درهم ها هو يتقام 1300 الجبنايل هذا بلدي مليح مليح اللحمه بنينه لحمة بنينة هدا الده وتساعد أسيسوني أجول الده وتساعد هدا قلت يخلص يم 70 هنا هو 90 90 هو كان يقولها لا مشي والهي شحال غتبيعو هدا ها؟ بحال بهاد الماركة بلدية عبد الرحمن هاو باعوا لنا عبد الرحمن راسه راه اش راه هو اللي كان مع هذاك قالك علاش تقول 1400 ها تما دي وتساعد هذا ما دي هو تساعد تبيع اللحم ب 1400 في خريبكا خريبكا 1400 راه الاخرين تصور هذوك تما تساعد في خريبكا بعتوه عرفتوا مزيان وما بعتوش؟ السوق شويه مقبول بداخل السلعه. ها؟ ورا نقسم الله غنصيفطوا واحد الراجل سميتو عبد الرحمن متحشر نقسم الله غنصيفطوا له. ياك في بن سليمان. في بن سليمان. صاحبنا. هذا اللي قال الدرهم اللي زايد. كيدير لك تحيه تا هو. ياك؟ صاحبي قال لك الدرهم راه زايده الدرهم راه زايده. او عينك فيه. اوكي عزيز. انت غادي تذبح في فيلي ثلاث اولاد. انت محمد ياك؟ اهلا اهلا كي داير؟ مرحبا انت فين غبرتو؟ هانت غادي تذبح في فيلي في ثلاث الاولاد عند رشيد ولد الحاج محمد شاريه محمد صاحبه 450 قال جوج 22000 تاع الدرهم و 400 عن قراو رجالي عدو تجويعي والها هذاك راسه برناه
هذاك اللي خرج في راسه برده والله حديتي هذاك هذاك الدار كبير شحال برده شحال قالك الهاب والهاب شحال ها 322 هاك في المكان الغالي يشريها هو هذا انت ماشي راجل انت ياك شدك ما